كان احنا في الاول معانا تقرير السيد سليمان العساف مدير الكوره بفريق الفيصلي الاردني. نطلع ونشوف. لعيبتنا جاهزين لاي مباراه كانت، ونتشرف بلقاء اخوي اخر مع نادي الاهلي، ونتشرف لو كان في لقاء ثالث، احنا ما عندنا مشكله. والحمد لله الكل يعمل على قدم وساق لخدمة النادي الفيصلي. والدينامو، أنا ما بدي أحكي هو أخوي يعني، بس الدينامو اللي متحرك دائما، أخونا سامر الحراني اللي طار أكثر من الكباتن اللي بالطيارة علشان يأمن كل مستلزمات اللعيبة عن طريق معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان، رايح جاي على الأردن. الله يعطيه العافية، والله يعطي العافية لكل من اجتهد واشتغل. وان شاء الله جاهزين للقاء احنا، وان شاء الله الفوز حليفنا. ان شاء الله مش هيبقى حليفكم، هيبقى حليفنا احنا. بس انتوا بعد المباراه الاولى شايفين المباراه الثانيه ازاي، خصوصا ان انتوا قدرتوا تفوزوا على النادي الاهلي في ارضه وسط جماهيره، المباراه الثانيه شايفينها ازاي؟ ان شاء الله ما راح تختلف عن المباراه الاولى، ان شاء الله ما راح تفرق عن المباراه الاولى بشيء. النادي الاهلي مكتمل، النادي الاهلي اللي بيلبس شعار الاهلي هو مسؤول عنه، سواء مكتمل بيلعب باي لاعب، اللي بيلبس شعار الفيصلي مسؤول عنه، واللي بيلبس شعار الاهلي مسؤول عنه. احنا دائما الفريق الكبير جاهز باسمه قبل لعيبته، واحنا نحترم الاهلي، كل الاحترام للاهلي، فريق كبير وعريق، وانا كررتها اكثر من مره بالمقابلات، هو زعيم افريقيا، لكن الفيصلي مش اقل من الاهلي ان شاء الله. رؤيتك للمباراه اكيد ده مباراه مهمه بالنسبه لكم، وعايز اتكلم عن اهدافكم وطموحكم من خلال البطوله، خصوصا ان انتم قدرتوا تفوزوا في 3 مباريات، قدرتوا تحصدوا 9 نقاط في المجموعه الاولى. المباراه دي بالتحديد شايفها يا صديقي؟ اول شيء اشكرك. احنا من بدايه البطوله حديثنا كان انه احنا جايين للمنافسه على البطوله. بأمر النادي الفيصلي برئاسه معالي الشيخ سلطان وعبر تاريخه، بأمر النادي الفيصلي ما شارك الا للمنافسه على الالقاب. نحترم النادي الاهلي، فريق كبير. احنا جد كثير مبسوطين انه اعدنا شمل النادي الاهلي بسرعه. النادي الاهلي اعلن حاله الطوارئ باستعاده لاعبينه، مدربه كان باجازه قطع الاجازه، معناته هذا يدل انه الفيصلي فريق كبير. اوضح لك حاجه، خليني اكمل. هذا تصريحكم كان، الا اذا انتم عندكم تناقض بحديثكم هذا شيء ثاني. الفيصلي فريق كبير، احنا جينا للمنافسه، اللي بده ينافس على بطوله ما عنده اي مشكله مع مين يلعب. نحترم الفريق الاهلي بانجازاته، بعراقته، بجمهوره، بارضه، وايضا ثقتنا عاليه بلاعيبتنا. كل الدعم كان للفريق من معالي الشيخ رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره. ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الفريقين، وان شاء الله بعد المباراه حتباركونا، لانه ثقتنا كبيره بلاعبينا. اكيد برضه الفريق الاهلي احنا مش مستهينين فيه، فريق كبير وحقه يلملم كل اموره ويستدعي كل لعيبته للمنافسه على اللقب. وبرجع بقول مباراه تليق باسم الفريقين. الاربع فرق اللي وصلوا على المربع الذهبي هم كبار العرب، يعتبروا ما انه شاركوا الابطال العرب هم كبار العرب. ان شاء الله تطلع مباراه نظيفه، التحكيم يكون على قد المسؤوليه، ما ينحاز التحكيم لطرف معين. وانا بوعد الجميع قبل قناه الاهلي، اذا كانت اللجنه المنظمه بحاجه فريق انه تكون النهائي جماهيري، فان شاء الله ملعب برج العرب ان شاء الله حيكون الفوز حليفنا، وحتلاقوا جماهير الفيصلي كانه بنلعب بارضنا وبلدنا، ورغم انه مصر هي بلدنا الثاني، والله يديم عليها نعمه الامن والامان، ولكن الفيصلي جاهز، الفيصلي اجى ينافس على البطوله، احنا جاهزين، نتمنى من الله انه الفوز يكون حليفنا، والباقي من توفيق من رب العالمين. الاهلي كبير، الفيصلي كبير، ولكن ثقتنا كبيره بلاعبيتنا. وان شاء الله برجع بقول لك، انتم سويتوا معي مقابله قبل المباراه الاولى ونفس موعد الغداء، وكان الفوز حليفنا الحمد لله رب العالمين، وجهكم خير علينا، وان شاء الله غير اليوم يكون وجهكم خير علينا، وبتمنى ما تلغي المقابله عشان يظل وجهك خير علينا. مش هتتلغي ولا حاجه، بس خلصت اتكلم.
خليني اقول لك ان في البدايه كابتن حسام البدري ما قطعش اجازته، هو دي كانت مده اجازته وكان الطبيعي محدد ليه الميعاد ده ان هو يوصل للقاهره ويقود فريق النادي الاهلي في بقيه مباريات البطوله في حاله النادي الاهلي واصل مشواره. ايضا الحاجه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها وهي لاعبي النادي الاهلي كان محدد ليهم ايام معينه للراحه فقط، وكان بدليل النادي الاهلي من اي 33 لاعب في القائمه الافريقيه لو هو ما كانش عنده النيه ان يشارك لاعبي النادي الاساسيين ما كانش هيستدعيهم او ما كانش هيعيدهم من البدايه طبعا في القائمه. من خلال خبرتي الصغيره بالرياضه لما انا بدي اشارك على سبيل المثال بطوله الدرع الاتحاد الاردني واقول بدي اشارك بالفريق هدول، معناته هذا الفريق هو فريق يمثل النادي الفيصلي، حتكون ثقتي فيهم كبيره، وعشان ما اهز الثقه فيهم بلشت البطوله فيهم بنهي فيهم. اي نادي كبير بيكون عنده 20 لاعب المفروض يكونوا على نفس المستوى على نفس الجاهزيه، لما انا اقعد اريح لمباريات معينه جزء هذا بنزل من ثقه اللاعبين وهذا زعزعه بثقه اللاعبين. لما انا تكون ثقتي بلاعبين كبيره بلشت فيهم بطوله بنهي فيها مهما كانت النتيجه. انا لازم يكون عندي هدف، جينا للقاهره لننافس على بطوله ابطال العرب، الفريق اللي اجيت فيه بكمل فيه، لا بستدعي اي لاعب ولا بستبعد اي لاعب. هذا شان داخلي بالاخر لاخواننا فني خاص بالجهاز الفني وكابتن حسام البدر. نتحدث عن مباراه اليوم ان شاء الله نشوف مباراه طليق بالاسمين العريقين الاسمين الكبيرين. الفيصلي للاسف انا برايي الاعلام المصري ما اعطاه حقه، ما اعطى شو تاريخ النادي الفيصلي. بطولات دوري عندنا 33 بطوله دوري، 19 بطوله كاس، كاسين اتحاد اسيوي، مشاركاتنا دائما كانت مشرفه، وان شاء الله ان شاء الله غير البطوله هي الفيصلي مثل ما عود الجميع وعود العرب انه يكون خير ممثل للكره الاردنيه. وبعد المباراة لنا لقاء. اهلا بكم من جديد. بيبقى التصريحات بتبين مدى المعرفه، مدى النو هاو، مدى حاجات كتير قوي. طبعا احنا شفنا تقرير او كلام المدير الفني الاجنبي لفريق الفيصلي الاردني، شوفهم بيتكلم ازاي. ده بقى الراجل اللي بينزل الملعب وعارف يعني ايه لعيبه، عارف يعني ايه تمرين، وعارف يعني ايه امكانيات، فشفتوا كلامه كان ماشي ازاي. طبعا السيد امين الصندوق مع كامل الاحترام والتقدير ده كلام مشجع، بيبقى باين كلام المشجع ما بين كلام الراجل الفاهم، بتبقى باين. مع كامل احترامنا وتقديرنا ليه، هو من وجهة نظره الشخصية كمشجع لفريق الفيصلي الأردني شايف ان فرقته قوية جدا، وان اي لعيب بقى، وطبعا مش هنقدر نفضل نتكلم ونحكي كتير لان الكلام ما فيهوش حكي كتير، باينة جدا. كان حسام بدري كان في اجازة طبيعية، هو معلش ما عندوش دراية كاملة، يمكن ما عندوش درايه برضه النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا وصل لدور الثمانيه، هو واخدها 8 مرات، ما عندوش درايه ان النادي الاهلي وصل لدور الثمانيه في الدور قبل النهائي في كاس مصر، عنده لقاء مع سموحه، واعتقد ان الترجي او سموحه الفوارق كتير جدا جدا جدا، مع كامل الاحترام والتقدير ليه الفيصلي. وبعدين النادي الاهلي دايما ما بيتكلمش قبل المباراه، لو انتوا حضراتكم برضه معانا تلاقي اي فرقه النادي الاهلي راح يلعبها في افريقيا تلاقي المدير الفني وسنهزمه والنادي الاهلي ما شاء الله في الاخر بيروح ياخد البطوله، لان الكلام بيبقى في الملعب. فده ردنا على السيد امين الصندوق المشجع الكبير للنادي الفيصلي وله كل الاحترام والتقدير.